ورجعنا تاني مشاهدينا، ولسه بقى مكملين فقراتنا. وفقرتي دلوقتي فقرة تهم الشارع المصري او تقريبا المجتمع، يعني احنا خلاص بقينا عايشين فيها. احنا دلوقتي هنتكلم معاكم عن السوشيال ميديا وتأثيرها السلبي والإيجابي على المجتمع، بس احنا النهاردة هنتطرق للتأثير السلبي. تعالوا بقى معايا رحبوا بضيفي اللي موجود معايا النهاردة، أستاذ محمد جميل خفاجي، المحامي بالنقد والمحكمة الدستورية. برحب بيك. أهلا وسهلا يا فندم، وسعدت بلقاء حضرتك، ونأمل من الله عز وجل إن اللقاء يحوز إعجاب المشاهدين. شرفني طبعا ومنورني. والنهارده طبعا لما حبينا نختار موضوع فقلنا نختار حاجة تبقى قريبة من الناس شوية ونواكب يعني الأحداث اللي بتحصل في المجتمع. أكيد طبعا. عايزة بقى طبعا أبدأ معاك كده سريعا، وعايزة أسأل حضرتك عن تأثير السوشيال ميديا السلبي على المجتمع. تمام. وحضرتك الموضوع ده زي ما احنا عارفين تماما إن هو موضوع شائك، وموضوع منتشر حاليا، جرائم الانترنت والسوشيال ميديا. ولكن اللي انا ليا رؤيه خاصه في هذا الامر، اي موضوع ما او اي كيان وليكن مثلا السوشيال ميديا، هو احنا بنتعامل معاه ازاي؟ هو ليه ايجابيات وسلبيات؟ احنا طريقه معاملتنا فيه اللي بنطلع سلبياته. يعني مثلا السوشيال ميديا كلها منافع، ولكن طريقه تعاملك معاه وطريقه تطرقك اليه هو ده اللي بيجعله سلبيات، وبنيجي ايه بقى نعاني منه. طب ما هو خلق من اجل ايه السوشيال ميديا؟ امور كتيره جدا بعيده عن الجرائم والجرم والكلام ده كله، زي اللي بيحصل مثلا على بعض المنظومات زي تيك توك والفيسبوك والكلام ده كله، والتعارف والتسول وبعض الامور اللي هي مثلا ايه هدم الثوابت الدينيه وكل الامور دي اللي قامت عليها دلوقتي في السوشيال ميديا. ولكن هل السوشيال ميديا عند يعني تكوينه كان هذا الامر المقصود به؟ لا، احنا طريقه تناولنا له هو اللي جعله شيء سلبي في مجتمعنا وبنعاني منه. احنا تركنا الايجابيات واستخدمنا السلبيات. للاسف ده بالظبط التعريف الصحيح. طيب لو عايزين بقى نتكلم على الجرايم اللي موجوده دلوقتي على الساحه، سواء تيك توك او فيسبوك او طبعا احداث كتير قوي اللي انت شايفها، وجهه نظرك فيها ايه؟ شايفها ازاي؟ والله يا استاذه لن اخفيك سرا، لو حبيت انك انت تبندي الجرائم دي، جرائم لا عد لها ولا حصر. وللاسف الدوله تطرقت لهذا الامر من خلال حزمه قوانين، تبدا بقانون اللي هو قانون التحول الرقمي، او كاللغه الدارجه بتاعتنا في المجتمع المصري قانون الانترنت. القانون ده 175 لسنه 2018، وقوانين قانون العقوبات وقانون مكافحه الدعاره. كل القوانين دي بتحاول الدولة ان هي يعني ايه تحد من 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 حدة الجرائم. الجرائم دي عديدة جدا، جرائم نصب، جرائم متعلقة بالشرف، جرائم متعلقة بالاخلاق، جرائم متعلقة بالدين وثوابته. ايديولوجية المجتمع يا فندم بتتغير. ايديولوجية المجتمع لو ما فطرناش لهذه المسألة، ايديولوجية مجتمعنا بتتغير. امال هو قيل لي على النت ان هو بقى جعل العالم كله قرية صغيرة. كل الموروثات الاعراف والتقاليد والعادات اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه ومش عايزين نعرف عنها حاجه دخلت بيوتنا بتاعت الدول الغربيه عن طريق الانترنت. وللاسف دي كانت اكبر سلبيات. كل شيء كنا بنسمعه في الدول الغربيه نقول اعوذ بالله، كان بيخش لك على بيتك دلوقتي. هي مش مواقع تواصل اجتماعي، انا وجهه نظري الشخصيه، هي مواقع قطع اتصال اجتماعي. مفيش حد في البيت، حضرتك الزوج، الزوجه، الاولاد، الخادمه، السكرتارية، المحامين، اللي مش كل واحد ماسك تليفونه في بيته، ما يعرفش عن التاني حاجة. طب حضرتك شايف بقى ازاي ان احنا نقدر نحد من انتشار الجرايم دي؟ والله يا فندم الحد من هذه الجرايم ما في غير حل واحد ملوش تاني. ايه هو؟ أولا كل شخص، كل طرف يعرف المسؤولية اللي عليه ويقوم بيها. رب الأسرة يقوم بدوره. رب الأسرة اللي في البيت اللي سامح لزوجته قاعده جنب منه بتتسول، رب الاسره اللي سامح لبنته قاعده بترقص اللي هيسال على ذلك امام الله عز وجل، تسول. سيدات فاضلات قاعدين كلام انا استحي حاجه طلعت على تيك توك يعني اللي يعني بنشوفها بقت منتشره. في كتاب الله العزيز يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. ابقى محتاج بس مش همد ايدي، ابقى ما عنديش الا قميص مقطع بس مش هقول لك هاتي لي قميص. التعفف مع غني
الجاهل هنا مش مقصود بيه جاهل العلم، لا، الجاهل بحالك. شوفي شوفي الاسلام، شوفي الديانه السامحه، شوفي الديانات السماويه كلها بتقول ايه. احنا قاعدين نمد ايدينا، اثرت على وضعنا الاجتماعي على مستوى العالم. انا ليه حق عليكي كسيده قاعده في البيت، انا مواطن مصري، من حقي ان انا اخاف على سمعه الشعب المصري وعلى سيدات الشعب المصري. الست اللي بتشير صورتها في السوشيال ميديا، لو ما كنتيش تمتهني مهنه زي حضرتك كده، مهنه اعلاميه او مهنه طبيه او مهنه محاماه، ما من حقها تظهر عشان تقول طب انت ما عندكيش اي مهنه، ما عندكيش اي محتوى، منزله صورتك ليه؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا منزله صورتك يا اللي بتقولي للرجاله ده الحساب بتاعي، يا اما بتجيبي زباين عشان تنزلي صورتك. ده لو كانت صوره محترمه، ما بالك بقى اللي بيحصل في التيك توك والحاجات دي، صور مخله بالاداب. كل ده اثر على الكيان الاسري. هو المجتمع ايه يا فندم؟ هو في مجتمع من غير ناس؟ هو في وطن من غير مواطنين؟ ما احنا قلنا بقى ان الاسره هي نواه المجتمع. اهدمي اسره تهدمي مجتمع. اللي بيحصل دلوقتي هدم اسر. طب بما انك بقى رجل قانون، واحنا تطرقنا للموضوع دوت، يعني لسه كان في كده اليومين اللي فاتوا طبعا الاحداث اللي حاصله ترند جدا، يعني ان احد الزملاء المحامين رفع قضيه على بنت في التيك توك بسبب ان هي قالت لباباها الشارع اللي وراه بيهزي، ولقينا المجتمع انقسم لنصين، نص قال دي بنت غلبانه والنص التاني قال لا هي فعلا ما ينفعش تطلع وتقول كده. تمام. اولا مع كامل احترامي، رايك ايه بقى كرجل قانون؟ تمام يا فندم، مع كامل احترامي وتقديري لكل للواقع اللي حضرتك بتحكيها دي، ده 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 ده, ده ناس بتهزي. اولا البنت دي عملت ايه؟ انا تابعتها على فكره عشان اعرف قصتها ايه. ثانيا مين السبب في ذلك؟ بنت 16 17 سنه، ما طلعتلكش عريانه يعني، ما فيش فسق ولا فجور. كلمه الشارع اللي وراه، هو ابوها قدم بلاغ؟ طب ماشي، انت هتحاسبها؟ انت يا جهه تحقيق هتحاسبيها؟ حاسب الاول من خلال بعض الاعمال الفنيه اللي كلها الفاظ ايحائيه، سواء ايحائيه جنسيه او متعلقه مخالفه للمبادئ العامه والاصول، وبعدين ابقى حاسب بنت زي دي بتقول الشارع اللي وراه. انا عارف ان هو ده شيء مقزز الى نوعا ما، لان المعنى خلاف اللفظي، ولكن انا النهارده كجهه رقابيه، الرقابه الفنيه، ليه الدولة ما وجهتش تهم التحريض على الفسق والفجور للممثلات والممثلين اللي بيتلاعبوا؟ هنتكلم عن الرقابة الفنية عشان ما انا اتكلمت على الرقابة الفنية محددين. انا اتكلمت على الرقابة الفنية، الرقابة الفنية اللي بتنزل بعد اذن سيادتك استاذة، انا يعني بخاطب فيكي الانسانة، الضمير. كم مسلسل النهارده في بيتك بيخش فيه كله ايحاءات بالالفاظ؟ كم فيلم لقطات؟ ما هو ده كان من اسباب الاساسيه للي بيحصل النهارده على النت. حد حاسبهم؟ لا. طب انت جاي تحاسب بنت زي دي ليه؟ انت مش الشارع اللي وراه؟ باباها قدم بلاغ؟ لا. شفتها عريانه؟ لا. هي على فكره من النوع اللي بتهزي، بتقول اي كلام وتدخل 50 موضوع في 1000 في كذا موضوع. اهم شيء ان احنا بنتعرض له دلوقتي هو التعرض للكيان الاسري، الروابط الاسريه، القيم. كل ده أثر على الأسرة. في يوم ما يا أستاذة هنندم، لأن مش هيبقى في مجتمع بنفس الطريقة دي. مش هيبقى في مجتمع؟ لما الأسر تتهدم، لما تدمري أسر، فين المجتمع اللي هتفخري تقولي أنا مجتمعي المصري؟ لما أسر بالطريقة اللي بتحصل دي دلوقتي، فين رجل البيت؟ الدولة قايمة بدورها، بكل شوية بتنزل حزمة من القوانين، قانون مكافحة الدعارة، قانون 75 لسنة 2018، قانون متعلق بالإنترنت، كل ده بيحس على من أغوى، على الدعارة، ومن شير مقطوعات للفيديو ضد المبادئ العامة وضد الأخلاق والفسق والفجور بتستوجب الحبس والغرامة. الدولة قايمة باللي عليها، بس كل ما بتحدش من الجريمة، لأن الإنسان اللي مش هيقدر يقف قدام أهل بيته، رب أسرته، مش هيخاف من الدولة. بص، هو كلام يحترم، وطبعا للأسف وقتي كان ضيق معاك النهاردة، بس أكيد مستنياك في حلقة تانية هنكمل موضوعنا. أشكرك طبعا على وجودك معايا، وعايز أشكر كل مشاهدينا وكل متابعينا اللي تابعونا النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية من حياتك أحلى. متشكرة.